بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله الغفور الشكور، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن الإيمان منة عظيمة يمن الله بها على من يشاء من عباده، كما قال سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولهذا يقول أهل الجنة إذا دخلوا الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. إن الإيمان ليس هو مجرد الدعوة أو الانتساب بدون حقيقة، ولهذا يقول بعض السلف: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، وإنما الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. إن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لا بد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة حتى يتحقق الإيمان. فليس الإيمان بالقول فقط بدون اعتقاد القلب، فإن هذا إيمان المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ومن الناس من يقول: آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وليس الإيمان هو في القلب فقط بدون نطق اللسان، فإن الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعترفون بنبوته في قلوبهم ويعرفون أنه الصادق الأمين. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يمنعهم الكبر عن النطق بالشهادتين، يمنعهم الكبر عن النطق بشهادة أن محمدًا رسول الله، يمنعهم الحسد، تمنعهم أمور أخرى أن ينطقوا بالإيمان وهم يعترفون به في قلوبهم، فلم ينفعهم ذلك. وليس الإيمان هو النطق باللسان والاعتقاد بالقلب فقط، بل لا بد مع ذلك من العمل الصالح. ولهذا غالباً ما يأتي الإيمان في القرآن مقروناً بالعمل الصالح، لأن الإيمان بدون عمل لا يسمى إيماناً. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها، وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ثم الإيمان يزيد بالطاعة، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فكلما أطاع العبد ربه زاد إيمانه وقوي يقينه، وكلما عصى الله عز وجل نقص إيمانه، حتى يكون مثل حتى يكون وزن حبة الخردل أو أقل من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويزيد بالطاعات كما قال الله سبحانه وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فكلما عصى العبد ربه نقص إيمانه، وهذا النقص يكون بالذنوب، يكون بالذنوب الكبائر والصغائر. فمن عصى الله سبحانه وتعالى فإنه ينقص إيمانه نقصا بحسب ذلك الذنب. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، بمعنى أن ذلك ينقص إيمانه، أي ليس بمؤمن الإيمان الكامل، لأن إيمانه قد نقص بهذه الذنوب وهذه الكبائر، ويخرج من كمال الإيمان إلى الفسق، فيكون مؤمنا فاسقا أو مؤمنا عاصيا. فالمعاصي تنقص الإيمان سواء كانت كبائر أو صغائر، فعلى المسلم أن يحافظ على إيمانه، أن يكمله بالطاعات، أن يكمله بالطاعات والقربات، وأن يحذر من نقصه بالمعاصي والسيئات. إن هذا الإيمان له أركان ينبني عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة التي يقوم عليها الإيمان، فإن نقص منها ركن فإن الإيمان لا يقوم ولا يصح، لأنه لا يقوم إلا على هذه الأركان، وكل بنيان لا يقوم إلا على أساساته وأركانه ومبانيه. والإسلام له شعب تكمل هذه الأركان. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والمؤمنون لهم صفات ذكرها الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز تدل على إيمانهم وصدقهم. قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. وقال سبحانه وتعالى:
وقال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه جملة من أعظم صفات المؤمنين، من اتصف بها فهذا دليل على إيمانه وصحة يقينه، لأن الإيمان الصحيح يبعث على العمل الصالح. قال سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أن يكونوا من المهتدين. وعمارة المساجد ليست مقتصرة على عمارتها بالبناء والفخامة والتحسين والزخرفة، فذلك ربما لا يكون مرغوبا في أكثره، وإنما عمارة المساجد الحقيقية عمارتها بطاعة الله عز وجل، بإقام الصلاة، صلاة الجماعة فيها، وذكر الله فيها، وتلاوة القرآن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه أعظم صفات المؤمنين التي إذا اجتمعت في عبد فإن ذلك يدل على كمال إيمانه وصدقه، ويستحق بذلك ما وعد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين من الدرجات العالية والمنازل الرفيعة في جنات النعيم. فليس الإيمان هو مجرد التمني وليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم للإيمان الصحيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واحذروا من مبطلات الإيمان، فإن هناك أشياء تبطل الإيمان وتزيله من القلب حتى يلحق صاحبه بالكافرين ويكون من أصحاب النار. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. تكلم جماعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يسخرون منهم ويتنقصونهم، فأنزل الله فيهم
قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء كانوا مؤمنين ويجاهدون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وخرجوا معه لغزوة تبوك. فلما تكلموا تكلم واحد منهم في مجلسهم بهذا الكلام ولم ينكروا عليه، حكم الله عليهم جميعا بالكفر، فقال لا تعتذروا، لأنهم يقولون إنما لم نقصد التنقص، وإنما نتحدث حديث الركب نقطع به الطريق. فأنزل الله فيهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء كفروا بكلمة قالها واحد ولم ينكرها الباقون، فكفرهم الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. والإنسان يتكلم بكلام لا يزنه ولا يدري ما يبلغ. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فعلى المسلم أن يحافظ على دينه، وأن يتجنب الكلام السيء والسخرية والاستهزاء بعباد الله، أو السخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو السخرية بالقرآن أعظم، أو السخرية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. على المسلم أن يتجنب هذه الألفاظ، حتى ولو كان مازحا أو كان يضحك به الناس، فإنه يكفر بذلك ويرتد عن دينه ويهوي في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة الواحدة والعياذ بالله، يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه، وأن يتحفظ على إيمانه، ويحافظ عليه، ويخاف عليه من أن ينقص، أو يخاف عليه من أن يسلب منه ويصبح كافرا مرتدا عن دين الله. نسأل الله العافية والسلامة. ثم اعلموا عباد الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح إمامنا واهده بهداك، وزينه بتقواك. اللهم انصر به دينك. اللهم أصلح إخوانه وأعوانه. اللهم أصلح بطانتهم. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله يذكركم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.